تشيسي ما تعليش حسك في الحمام احسن تتلبسي. في واحد هنا. ايه ده؟ مين ده؟ مين المجنون اللي نايم بهدومه في الحمام مش خايف هدومه تتبل؟ تقولي مين؟ مش عارف، يمكن حازم صاحبك؟ لا، حازم مجاش، مراته ركدت عليه. طب ممكن شريف ابن خالتك؟ لا، شريف عربيته عطلت في الدائري. طب تيجي نرفع الماسك اللي على وشه ونشوف مين؟ فكرة حلوة، بس بشويش عشان ما يصحاش. صح، مش وش خالص، بس ما قلناش انا اللي هشيل الماسك ولا انتي؟ لا، انت راجل، انت هتشيله، انا بتكسف. انا الراجل، انا اللي هشيل. انك ما تعرفش القتيل وكنت اول مره تشوفه؟ يا بيه والله زي ما بقول لسعادتك كده. طب تفتكر مين ليه مصلحه يعمل كده؟ انا عندي مصنع حلويات وداخل في كام مشروع صغير كده، وسعادتك عارف اعداء النجاح كتير. حضرتك اول مره تشوفيه؟ ده حسن، كان خطيبي زمان. لا 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 يا علي، لا لا. بسم الله ما شاء الله، سايبه ست والدتك التعبانه العيانه المريضه المسكينه دي واقفه تعمل لنا حاجه ناكلها، وانت قاعده عماله تتكلمي في ايه؟ ما تخلي عندك دم شويه وتقومي تساعديها، ولا تعملي حاجه للبيت. اختشي يا ابو علي. يا بنتي انا بكلمك، يا بنتي ما بترديش عليا ليه؟ ما تسيبي النيله التليفون ده وتكلميني زي ما بكلمك. ايه؟ بكلم حسن الخطيبي، عايز مني ايه؟ عايز منك ايه؟ طب سلام دلوقتي يا ابو علي، هكلمك تاني. مش عارف عايز ايه؟ مش عارف عايز ايه؟ عايز فلوس لارجان معايا ومش هديك كده برضو. يا بنتي ده انا ابوكي ومقشفر على الاخر. قلت لك مش هديك. طيب انا بقى اعمل لك فضيحه واروح اقول لامك على اللي حصل بينك وبين حسن، اخليها تطب ساكته. انت البتاع اللي بتاخده تلحس دماغك ولا ايه؟ امسك حرب نور في جتتك. روح يا شيخ منك لله. ولو انهم شويه لكن اهم ينفعوا برضو يسدوا. كريمة، مالها البنت دي؟ معرفش يا ناجي بيه. بتعيطي ليه يا شاطرة؟
اصل بصراحه يا ناجي بيه والدتها عيانه قوي. لا حول ولا قوه الا بالله. عندها ايه؟ ما وديتهاش لدكتور؟ يا بنت ردي على ناجي بيه، ردي. وديناها الحكيم يا ناجي بيه، وقال ان كبدها مهري قوي واحنا معناش فلوس نجيب برشام. لا حول ولا قوه الا بالله. طب ليه ما اتكلمتيش يا بنت؟ كانت الانسه غاده اتصرفت وديتك سلفة او اي حاجه. عموما انا هكلمها واخليها تخلص لك الموضوع ده. متشكر قوي يا نجمي. خلاص بقى يا بنتي، لازمته ايه العياط دلوقتي؟ انا هكلمها. روح اغسل وشك بشويه ميه واطلعي لها المكتب فوق. شكرا. ربنا يشفيها. خدي النبوي، المبلغ دوت من أستاذ ناجي علشان تجيب علاج لمامتك. ده مبلغ صغير مني، يا ريت تقبليه. ربنا يخليك يا ستي غادة، ربنا ما يحرمني مصيبة قلبك دي. ربنا يكرمك يا ناجي بيه، ربنا ما وقعك في دقيقة أبدا. الله لا يوريك يا ستي غادة، أصل مريض الكبد ده بيبقى عايز فلوس كتير قوي. أكيد أنا عارفة، ربنا يشفيها لك يا رب. ربنا يخليك. طب ألحق أستأذن أنا عشان ألحق أجيب لها العلاج. اتفضلي. أما جبت لك العلاج ياما. أما في إيه يابا؟ أنتوا قاعدين كده ليه؟ في إيه؟ أما 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 ياما ريحتك واستريحت، ريحتك واستريحت ياما. قومي والنبي ياما ياما، سامحيني ياما، النبي سامحني يا أمّا. كريمة. ايوه نجدي. البنت اللي كانت قاعده على المكنه جنبك فين؟ النبويه، اصل والدتها الفتره اللي فاتت كانت تعبانه قوي وفي الاخر فيصت. ايه؟ ماتت. انا لله وانا اليه راجعون. تعرفي عنوانها فين؟ عنوانها؟ اه طبعا اعرف عنوانها. قال رب شد حيلك عم شحتة. الشدة بالله يا حسن يا ابني، ما نجيلكوش في حاجة وحشة. الدوام لله والباقي في حياتكم جميعا. هي كانت تعبانة وارتاحت. ارتاحت، ربنا يريحها وهيريحنا جميعا. لا ما تقولش كده، ربنا يديك الصحة وطولة العمر. ربنا يكرمك يا حسن يا ابني. طب مش واجب بقى نخش نعزي نبوية؟ ايه؟ نبوية؟ تعزي؟ تعزي؟ لا ما ينفعش. بتعزيها ازاي؟ بصفتك ايه يعني تعزيها؟ لما تكتب الكتاب عليها ابقى اعمل اللي انت عايزه، هي تعزيك انت تعزيها، انتوا الاثنين تعزوا بقى. عن اذنك، عن اذنك عشان هفك حصري. اللي يعزيها شكر الله سعيكم يا رجاله. يرثني ويرث من آل يعقوب. النبوية في باشا كبير قوي عاوز يجيبها. باشا كبير؟ ايوه.
واجعله ربي رضيا. ايه الحق يابا؟ بنت الدوسه بتقول في باشا كبير بره عايزني. باشا كبير؟ طيب ابعتي الواد سعد يجيب سجاير للناس عشان السجاير خلصت. طب اطلع بس شوف مين بره. يا اهلا وسهلا، يا اهلا وسهلا، يا مرحب، يا مرحب. اهلا وسهلا، البقاء لله يا حاج. الله يبقى حياتك، اتفضل استريح، اتفضل استريح، اتفضل. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا. هو مين حضرتك؟ انا صاحب مصنع الحلويات اللي نبوية شغالة فيه. هو مش حضرتك والدها برضو؟ والدها. يا اهلا وسهلا، يا اهلا وسهلا. حضرتك تشرب ايه، حاجه ساقعه ولا سيلون ولا بيبسي ولا ايه؟ لا متشكر قوي، انا هعزيها وامشي على طول. يا سلام يا سلام، متعب روحك قوي. يا سلام، تعالى يا سعد، يا ولد سعد، خد البيه دخله جوه واطلع على طول. اتفضل اتفضل حضرتك، اتفضل. بعد اذنك. اتفضل اتفضل حضرتك. يا اهلا وسهلا، يا اهلا وسهلا. متاخرش يا ولا. يا ساتر. تفضل تفضل ناجي بيه. اتفضل. طيب اتفضل. مساء الخير يا انسه نبويه، البقاء لله. متشكره قوي يا ناجي باشا، ما جالكش في حاجه وحش. طيب طب اتفضل، وانا هروح اعمل قهوه واجي لك على طول. لا قهوه ايه دلوقتي، خليك انت قاعده مع ضيوفك. انا حبيت اجي اعزيك بنفسي عشان انت غالي عندنا قوي. البقاء لله. بقية في حياتك يا نبوية. تعيش. متشكرة ست غادة. هو أنا ممكن أقابل ناجي بيه؟ أيوة طبعا، بس قولي لي محتاجة أي حاجة أنا ممكن أساعدك. لا بس أنا كنت عايزة أشكره عشان كلف نفسه وجالي لغاية عندي عزيني في أمي. حاضر هكلمه لك ثانية واحدة. أيوة غادة. أيوة أستاذ ناجي. النبوية موجودة هنا وكانت عايزة تقابل حضرتك. نبوية، خليها تدخل. ادخلي يا نبوية، هو مستنيكي. ادخل. اهلا 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 وسهلا. ازيك يا نبوية؟ الحمد لله على السلامة. استغفر الله استغفر الله، ليه يا بنتي بتعملي كده؟ اتفضلي عودي. جميلك على راسي يا بيه من فوق، انت ساعدتني وديتني فلوس عشان اجيب علاج لامي، ولو اني ما لحقتهاش بس هو مقدر ومكتوب. وجيت لي لغايه عندي عشان تعزيني، وامرتهم يصرفوني مكافاه فوق مرتبي كمان، وديتني 3 ايام لاجل العزاء. يبقى مش عايزني ابوس ايدك كمان؟ يا بنتي ما تقوليش كده، الناس لبعضيها. انت تأمرني يا بيه، انا ممكن اكنس لك، امسح لك، اغسل لك اي حاجه هنا او حتى في البيت، في اي حته انا ممكن اعمل لك اي حاجه عشان تجيبيني اللي في رقبتي ده. ما شاء الله ما شاء الله، بتعرفي تعملي كل ده؟ ده انت شاطره قوي. انت معاكي شهاده ايه؟ دبلوم تجاره. دبلوم تجاره، ما شاء الله ما شاء الله. لو تحب تشتغل اي شغلانه تانية غير تغليف الحلويات انا ما عنديش مانع. انت بتعرفي كمبيوتر؟ أو بس أعرف آلة كاتبة. لا 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 لا، آلة كاتبة إيه؟ الآلة الكاتبة حاجة والكمبيوتر حاجة تانية خالص. أنا ممكن أخلي غادة تعلم الكمبيوتر وهو بالمرة أنت تساعديها. قلت إيه يا بنتي؟ أنا من إيدك دي لإيدك دي يا بيه، اللي تؤمر بيه. بصي زي ما وريتك، هتعملي ألت مع شيفت، وريني بقى تدوسي عليهم إزاي؟ كده؟ طب ما أنتي شاطرة أهو. على فكره انت يجي منك، برافو عليكي. بركه فيك يا ستي غاده، لولاكي ما كنتش عرفت اعمل حاجه في الجهاز ده. طب اخر حاجه قلتها لك، ها هتعملي ايه دلوقتي؟ اسكه من هنا. يا حمتي بسيطه. مش بهدومك. استني ثانيه واحده. لا لا استغاث، معقوله انا بقى موجوده وانت اللي تنظفي المكتب؟ استني. على فكره النبويه الكلام ده بعد كده ما ينفعش، احنا من النهارده بقينا زمايل خلاص. بردك ستي غادة، العين ما تعلاش على الحاجة. النبي بتاعتي.
اللي انا اديتهولك دوت دلوقتي الايرادات بتاعت الشهر ده تمام؟ سجلتيها؟ اه خلاص هديكي دلوقتي ايرادات بتاع مصنع ثاني برضو بنتعامل معاه بيجيب لنا بونبوني وكده بس تعملي لكل واحد فيهم فايل ماشي ما تحطيش الحاجات مع بعض كل مصنع ليه فايل لوحده ماشي خلاص في حاجه مش فاهماها لغايه دلوقتي في اي سؤال لا كله كويس كده لا لا خلاص ايوه غاده انا خلاص مروح في اي مواعيد تانية؟ لا يا فندم مفيش اي مواعيد ونبويه عامله ايه معاكي ما شاء الله عليها يعني كانها متخرجه من معهد كمبيوتر ده كان رايي فيها من الاول ذكيه ولماحه ما تحرمش من عطفك عليا يا ناجي بيه ربنا يخليك يا بنت ويزيدك مالك يا نبوي تعبانه يا ستي غدا من صباحيه ربنا وبعدين ما كنتش عايزه ابين بس عشان الشغل بس دلوقتي خلاص الشغل خلص ممكن اروح ايوه طبعا قومي روحي كده كده شغلنا خلص خلاص طيب متشكره قوي ربنا يريح قلبك شكرا اه ايه ده نبويه مالك دايخه شويه يا ناجي بيه لا الف سلامه طب هتروحي ازاي هروح ماشي هروح ازاي يعني ماشي ازاي وانت في الحاله دي بس اتفضلي اركبي نوصلك معانا يا لهوي ما يصحش يا ناجي بيه ما يصحش هو ايه اللي ما يصحش يا بنت الناس لبعضها اتفضلي اتفضلي اركبي خلاص يا اخويا ما بقتش طايقه ريحه العرق بتاعتك دي بريحه شحمك ده خلاص ما بقتش طايقاه فكك مني بقى انت من سكه وانا من سكه اطلع من نافوخي يلا بقى يلا بقى عرقك ماشي انت سايب مذاكرتك وقاعد تعمل ايه عايز ايه يا بت بنت اما بنتك انا اختك الكبيره انا طفحانه الدم عشان اجيب لك مصاريف المدرسه واجيب لك المخروب اللي في ايدك ده عشان اطمن بيه عليك انت هتذليني ولا ايه انا حر ما حدش ليه دعوه بيا ليه يا اخويا مش حر حر لما تبقى تشتغل وتصرف على نفسك لكن طول ما انت تلميذ انت مش حر ولا عايز تخيب خيبتي وتشتغل في مصنع حلويات اخرتها انا راجل واقدر اشتغل واجيب الجنيه من بكره لو عايز ادي اللي انت فالح فيه طولت اللسان وبس طب يا اخويا لما انت شاطر قوي كده ما تشوفش شغلانه لابوك العاطل اللي عمال يلهف شقايا كل يوم والتاني ما يخصنيش يا اخت اشوف لي شغلانه ما يشوف لي نفسه وهو صغير طب غور يا قط غور وقت البتاع اللي في ايدك ده ايه ده هات التليفون ده يا بت بقول لك سيب البتاع ده لما تبقى تتعلم الادب امشي غور وهات امك لوريكي واطي زي ابوك الو اهلا ازاي حضرتك يا يوسف بيه لا والله استاذ ناجي راح المزاد اللي هو في طريق مصر اسكندريه
لا ما عنديش فكرة حضرتك. تمام. بالتوفيق إن شاء الله. ميرسي. كتبتي اللي قلتلك عليه؟ اه. طيب. ألو؟ ماشي أوكي حاضر. استنوني أنا جاية لكم حالا. أوكي. بقولك إيه؟ أنا لازم أنزل دلوقتي علشان أستلم الطلبية اللي وصلت تحت. خلصي اللي أنا قلتلك عليه ولما أجي هشوفه، ماشي؟ ماشي يا ستي غادي. ألو؟ أيوة يا ناجي بيه، أنا نبوية. لا مؤاخذة كده كنت عايزة أقولك حاجة مهمة. أنا سمعت ستي غادة بتكلم واحد اسمه اليوسف بيه وبتقول له وروح ما تقومي الكلام اللي هي بتقوله ده ما حصلش. معقول؟ معقول أنا هخونك بعد العشرة دي كلها؟ أنت فعلاً كنت حطار الصفقة من إيدي، لأن يوسف بيه لما كلمك بالتليفون كان ساعتها موجود في المزاد فعلاً، وقدر يعرف منك أنا عامل حساب على إيه وآخر كام. هو فعلاً كلمني، بس أقسم بالله أنا ما قلت له حاجة ما حصلش. أنت كدابة، لولا لطف ربنا أنا كنت خسرت الصفقة دي. بس هو عارف إن أنا راجل نيتي صافية ومحتاج الصفقة دي قد إيه. وقف في طريقي اللي قدر يسلف لي مبلغ أعلى بيه عن المبلغ اللي كان مقدمه يوسف بيه، عشان كده كسبت الصفقة. أنت عيشك اتقطع من هنا. اتفضلي. نبوية، أنت هتحلي مكانها وليكي كمان مكافأة. لا لا يا ناجي بيه، أنا مش عايزة فلوس. أنا عايزة رضاك بس علي. الرضا وحده مش كفاية. خدي دول. هاتي كل اللي نفسك فيه. مالوش لزوم يا ناجي بيه. عن إذنك. السلام عليكم. عليكم السلام. اهلا 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 بنتي حبيبتي. جايبه لنا ايه؟ قرب يا واد يا سعد، قرب يابا، جايبه لكم عشا. جايبه لنا ايه؟ جايبه لك كباب وكفته يستاهلوا بقك، بدل السم الهاري اللي عمال تشرب فيه ليل ونهار، ولا عارف تشوف شغلك ولا عارف تسلب طولك. اولا السم الهاري اللي انت بتقولي عليه ده بقى جوه عظمي، بقى حاجه مني انا، لا انا اقدر استغنى عنه ولا هو يقدر يستغنى عني. طب يا اخويا كمان بتقول شعر. والكباب والكفته دول بقى اللي انت جايباهم، جايباهم سرقاهم ولا من حر مالك؟ سرقاهم ايه يابا؟ عيب تقول لبنتك كده. قوم يا واد افتح الباب شوف مين. لو على ساعة ايه ده يا وكلام غير بواب يخرس يا اهلا 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 كوز بنت حبيبي اتفضل استريح. اهلا وسهلا. يا مرحبا يا مرحبا. مرحب بيك يا حاج. اهلا بيك. عرفت اللي بنتك نبويه عملته؟ ايه ايه بقى اللي بنته عملته؟ اقول انا بويه بنتك رميت لي الدبله في وشي يا حاج، وقالت لي كلام بايخ بقى من سكه، انت من سكه وانا من سكه، كلام مش مسطر. يا سلام يا سمايه، الحقيقه هي قالت لي وانا زعلت. يا سلام. اعمل ايه؟ خلاص خلصنا يابا، ومش كل يوم والتاني يا حسن تجيني وتقعد تعمل بوليكا كده في حاجه خلصت من زمان. خلصت؟ هي خلصت يا نبويه؟ اه خلصت. مفيش حاجه بتخلص بالسهل. انا مد ايدك بس كل كباب وكفته من اللي جايباهم نبويه، غذي نفسك. ودول بقى جايبهم من حر مالك ولا من جيب الراجل اللي وصلك عند الحاره؟ هو ماله؟ صاحب المصنع اللي بشتغل فيه ويكافئني، اقول له لا ابقى وش فقر زي ناس. وعلى فكره يا حبيبي بقى، نبويه دماغها يوزن بلد بحالها. عن اذنكم بقى لها، بدل ما تنكدوا علينا. هتندم هتندم يا نبويه، هتندمي.
اتفضلي اتفضلي يا أرض احفظي ما عليكي. الله أكبر الله أكبر. اتفضل يا قمر اتفضل يا جميل والنبي بالراحة شوية. اتفضلي بيتك ومطرحك. كل السرايا دي بتاعتي؟ اه السرايا دي كلها بتاعتك انت. عش حبنا اللي هنقضي فيها احلى ايام حياتنا. والنبي تتفضلي. دي طلعت تحفه. طب ومراتك الاولانيه؟ مراتي خلاص رحلتها، وكويس ان انا ما جبتش منها عيال، كان زماني مش شحطت وراهم دلوقتي. يعني طلقتها ولا لسه؟ طلقتها والله خلاص طلقتها. اصلها كمان ما رضيتش ان انا اتجوز عليها. المهم مش هي، المهم انتي يا جيسي هانم، يا ام عيالي، يا اللي هتجيبي لي ولي العهد في المستقبل. مش كده برضه ولا ايه؟ طبعا يا بيبي، انا ناويه املا لك السرايا دي كلها عيال، كلها كده. الله يا بيبي، احلى بيبي سمعتها في حياتي. يعني كان في علاقة بينك وبين القتيل بعد ما اتجوزت ناجي بيه، ولا العلاقة دي اتقطعت؟ انت بقى عايشة لوحدك انت وجوزك الشايف البقلاوة دي كلها نبوية؟ نبوية في عينك. أنا بقيت شاسي هانم دلوقتي. طلعت نزلت هتفضلي في عيني برضو النبوية القبيحة. أنا غلطت يا حسن، غلطت لما اتجوزت غيرك. محدلوش لزوم الكلام ده بقى، فات أوانه. أنا ندمانة بجد يا حسن، حاسه اني عايشه لوحدي وكاني ما اتجوزتش من اصلي. محدش ضربك على ايدك يا بنت الناس، انت اللي اخترتي، سبتيني واشتريتي الفلوس. اسره، انت جايباني هنا عشان تزليني وتفرجيني على السرايا بتاعتك انت والشايب، ولا عشان اصلح لك العربيه؟ يخزى عليك يا حسن، هو انا برضو اذلك؟ انا كل اللي اقصده يعني انه كل الهلومه اللي احنا فيها دي كان نفسي نعيش فيها انا وانت بس، مش مع جوزي العجوز ده. قلنا ملوش لازمه الكلام ده بقى، كل واحد بياخد نصيبه خلاص. وبعدين حتى انا لو اشتغلت بايدي واسناني وخدت عمرين على عمري، عمر ما كنت اعرف اعيشك العيشه دي. على راي المثل، توك توك ملك ولا عربيه شرك. سيبيني امشي يا بنت الناس، انا ورايا شغل لازم امشي.
خليك شوية يا حسن. سيبيني أمشي وأنا بوية وما تلعبيش في دماغي. أنا عندي أكل عيش يا بنت الناس. سلامة شيسي هانم.